محمد عبد الواحد لفيليكس وفيليكس 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 وحسام حسن والهدف الثالث وحسام حسن والهدف الثالث. حلوة حلوة حلوة. ووقف دفاع سواد كله على ان في تسلل، ما كانش في تسلل. وادي حازم واقع في الارض وحسام حسن والهدف الثاني. حشاء بش بشير مش مدي حاجه، واللعبه هنشوفها ما فيهاش حاجه، وقفوا كلهم. وادي جماهير الزمالك والسعاده والهدف الثالث اعزائي المشاهدين في الدقيقه 31 على ساعتي، وحسام حسن والهدف الثالث لصالح نادي الزمالك. حسام حسن والهدف رقم 14 تصدر قائمه الهدفين. ادي ايه اللعبه، محمد صبري وقف دفاع اهي، وادي فيليكس، وادي فيليكس عمل رشوت ولعبها وحسام جاي ولعبها، والهدف الثالث لصالح نادي الزمالك.